بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتعرض سويا للمحاضرة الرابعة من شرح برنامج ساب 2000 الإصدار رقم 15. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على ثلاث موضوعات مهمة. أول حاجة كيس أوف لودنج اللي هي حالات التحميل. تاني حاجة سبيس فريم الإطارات الفراغية. تالت حاجة سبيس تراس الجمالونات الفراغية. هنمسك حاجة حاجة ونتعرض ليها ونشوف ايه المثال عليها ان شاء الله تعالى. اول حاجة نتكلم عليها كيس اوف لودنج. الكيس اوف لودنج عبارة عن ان انا بيكون عندي كاميرا او منشأ ممكن يتعرض لاحمال في وقت واحمال تانية في وقت تاني، يعني الاحمال مش ثابتة عليه، وده بيحصل طبعا غالبا في اللايف لود. هناخد مثال ونشوف مع بعض. في عندنا كاميرا سمبل بيم وذ كانتليفر 6 متر والكانتليفر 2 متر. الكاميرا دي ممكن تتعرض لعدة احمال، ممكن يكون في حمل عليها 30 كيلو نيوتن على بعد 2 متر دي كيس 1، او ان يتعرض ال 30 كيلو نيوتن دي تكون على بعد 3 متر دي كيس 2. طبعا مش لازم يكون نفس الحمل، يعني ممكن يكون احمال مختلفه، لكن احنا اخترنا نفس الحمل في المساله. الكيس الثالثه ان يكون ال 30 كيلو نيوتن الحمل ده على بعد 2 متر من السبورت اللي على اليمين او 4 متر من السبورت اللي على الشمال. الكيس الرابعه ان يكون في عندي 30 كيلو نيوتن 30 كيلو نيوتن على بعد عند الكنتليفر في نهايه الكنتليفر. تعالوا نعمل المساله دي بسرعه. هي المساله تبقى عاديه خالص، بيم 6 متر وكنتليفر 2 متر وهنج ورولر وقطاع نفرضه اي قيمه، طبعا ده ديتيرمنت مش هيفرق معانا القطاع بتاعنا الا في حساب الاون ويت. هنبدأ بعد كده قبل ما نحط الأحمال هنوصف حالات تحميل من القائمة اللي احنا خدناها قبل كده من قائمة Define Load Patterns. كنا بندخل في Define Load Patterns عشان نلغي السيلف ويت ملتيبلر نخليها بزيرو. لا، أنا برضه مش هلغيها، أنا هبدأ أضيف هنا كيسز جديدة Add New Load Pattern. هضيف حالات تحميل جديدة. وبعد ما أضيف حالات التحميل لما أجي أحط الأحمال هحطها في حالات التحميل اللي أنا وصفها. تعالوا نشوف الكلام ده كده على برنامج الساب. هندخل من قائمه فاين نيو موديل شغالين كيلو نيوتن، هنقول له جريد اونلي. عايزين في عمود على الاكس 3. ليه 3؟ لان احنا لو رجعنا لورا هنلاقي ان الكاميرا بتاعتنا محتاجين خط جريد هنا وهنا وهنا، يبقى محتاجين 3 خط جريد. وفي الواي 1 وفي الزد 1 هنقول اوكي. هنقفل شاشة من الاثنين ونقول اكس زد. هندخل من قائمة ديفاين كوردينيت سيستم سلاش جريدز موديفاي سبيسنج، بدل ما دي 6 و6 هتبقى 6 و2. اوكي اوكي. هنوصف القطاع اللي عندنا ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن، هنقول له اد نيو بروبرتي. هنختار كونكريت ريكتانجولر، هنقول القطاع ده اسمه بيم سيكشن، ابعاد وليكن 60 في 25. اوكي اوكي. هنجيب كويك فريم، هو قطاع بيم سيكشن هو الوحيد اللي عندنا. هنحط هنا كويك فريم وهنا كويك فريم، سكيب، بحيث ندخل الخطوه اللي بعديها. عندنا السبورت ده هنج، هنختار هنج. السبورت ده رولر، هنختار ايكون السبورت ونختار رولر. قبل ما ادخل على الاحمال هدخل من قائمه ديفاين لود باترنز وهسيب الديتيلز زي ما هي. هختار حاله اسمها كيس 1 وهقول ان الكيس دي عباره عن لايف بسيلف ويت ملتبلاير بزيرو واقول له اد. في عندنا كيس 2 لايف برضو وسيلف ويت ملتبلاير بزيرو واد، وكيس 3 واد، وكيس 4 واد. يبقى انا كده عندي اربع خمس حالات تحميل. اول حاله اللي هي الديبت ودي السيلف ويت ملتبلاير بتاعها بواحد، وكيس 1 و2 و3 و4 ودول حالات التحميل بتاعتهم بكام؟ ب
السيلف ويت مرتبه بتاعهم بزيرو. هنقول اوكي، يبقى انا كده وصلت حاله التحميل. لما اجي ادخل بقى الاحمال اللي عندي، يعني عايز ادخل الكيس الاولانيه دي، في عندي 30 كيلو نيوتن على بعد 2 متر من نقطه البدايه، نروح جايين مختارين العنصر الاولاني ده، وندخل من قائمه اساين فريم لود بوينت، وهنقول له على بعد ابسوليوت ديستانس 2 متر في حمل في الجرافيتي مقداره 30 كيلو نيوتن، على بعد 2 متر في حمل في الجرافيتي مقداره 30 كيلو نيوتن. بس لازم من هنا نختار اللود باترن، احنا هنحط 30 كيلو نيوتن دي في الديد ولا في الكيس 1؟ في الكيس 1. اوكي، هنيجي نختار العنصر ده وندخل تاني من قائمه اساين فريم لودز بوينت، ونقول لا على بعد 3 متر. طيب في الكيس رقم كام؟ في الكيس رقم 2. هل لازم اعمل هنا اد؟ لا مش لازم، لان هو اد وريبليس بيستبدل الحمل الموجود، ريبليس دي بيستبدل الحمل الموجود في الكيس دي، في الكيس دي مش في اي كيس. فالكيس دي كيس 2 ما كانش في اي حاجه خالص، فنيجي نقول له اوكي. هنختار نفس الكاميرا تاني وهنقول له اساين فريم لودز بوينت كيس 3، ونقول المسافه دي 4 متر. اوكي، هنيجي نختار الجوينت دي وهندخل جوينت رود في الكيس 4 في اتجاه الزد مقداره سالب 30. طبعا انتوا عارفين في جوينت رود مفيش جرافيتي، فلازم بندخل الحمل في الزد جلوبال فيبقى سالب 30. انا كده وصفت اربع حالات تحميل، اربع حالات تحميل. لو عايزين نتفرج على الاحمال هنقول له ديسبلاي شو لودز فريم، قال لي الكيس اللي انت عايزها ديد كيس 1، يورينا الاحمال اللي فيها. ديسبلاي شو لودز كيس 2، ادي الحمل بتاعها. طبعا في ايقونه هنا ممكن تظهر لنا على طول، كيس 3 وكيس 4 طبعا مش هنلاقي فيها حاجه، هنلاقي اوكي مقفول. لان طبعا ده مش في الكيس الرابعه ما كانش فريم لود، كان جوينت لود، يبقى كان محتاج ادخل هنا ديسبلاي شو لودز جوينت. كيس دي الفاضيه 1 فاضيه 2 فاضيه 4 الاوكي نورت عشان يوريني الحمل في الكيس الرابعه. كده خلصت المساله، هحفظ المساله بتاعتي موديل نمبر 5، هنحل المساله بتاعتنا، نلغي الموديل ملوش لازمه دلوقتي عندنا، وسيبنا الحالات كلها شغاله اللي هم الخمس حالات. ده الديفورم شيب. ناخد بالنا لما اجي ارسم الديفورم شيب، انت بترسم دي في حاله الديد. طب تعالى نشوف حاله الكيس 4، شايف الديفورم شيب عامل ازاي؟ طب ايه اللي خليه يعمل كده؟ لان الكيس 4 فيه هنا 30 كيلو نيوتن بتضغط لتحت، فاكيد الكاميرا دي هتنزل تحت هنا وتروح طالعه فوق جاي كده زي الشكل اللي باين قدامنا. طيب عايز اشوف الديفورم شيب في حاله كيس 3 زي ما احنا عايزين، لا احنا عايزين نشوف الرياكشنز. الرياكشنز في حاله الديد 49%، وهنا 18.85%. طيب في حاله الكيس 1 20.10، لان طبعا احنا عارفين ان لو بصينا على الكيس 1 اللي هي 30 كيلو نيوتن واقعه في التلت والتلتين، فالرياكشن يدي بالنسبه العكسيه، فيديني هنا تلت ال 30 اللي هي 10، ويدي هنا التلتين اللي هو 20، ده اللي هو كيس 1 اهي. طيب لو دخلت وقلت له لا اظهر لي لو سمحت كيس 2 اللي هي 30 كيلو نيوتن في النص، هتجيب لي الرياكشن بالنص 15 15. طيب لا اظهر لي كيس 3 لما كان هنا جاب لي 20.10، لان الحمل بقى قريب من السبورت ده. طيب كيس 4 لما الحمل كان بعيد جاب لي هنا 40 كيلو نيوتن وهنا 10 للاسفل، لان بيحاول يعمل اوفر تيرنينج، بيحاول يخلي الكاميرا دي تلف، بيحاول يخلي الكاميرا دي تلف كده
فلازم الرياكشن البعيد يديني رياكشن عكسي عشان يشد الكاميرا ويرجعها لوضعها الاصلي. نفس الكلام في النورمال والشير والبندنج. لو جينا نشوف مع بعض البندنج مومنت في حاله الديد البارابولا، لو تعالي نشوف البندنج مومنت في حاله كيس 1، وممكن نخليه يظهر لنا القيم 40. 40 دي منطقية جدا. ليه؟ لأن أنا عارفين إن الرياكشن بتاع كونسنتريت دول على سمبل بي مش في النص بيساوي بي أي بي على ال، بيساوي بي اللي هي 30 في المسافتين اللي حواليها اللي هي 2 متر وال 4 متر، يبقى 30 في 2 في 4 على ال اللي هو ب 6. طبعا 30 على 6 في 5، 5 في 4 ب 20، 20 في 2 40، يبقى 40 كيلو نيوتن. طيب لو انا عايز اشوف البندنج مومنت في الكيس 2 جاب 45 بيقل على 4، كيس 3 جاب 40 الناحيه الثانيه، كيس 4 هيجي له انت بتاع كانتليفر 60 كيلو نيوتن وينزل الى الزيرو. طيب انا كده عملت حالات التحميل بتاعتي ورسمت البندنج مومنت وكل حاجه. عايز اشوف لو انا عايز اعمل حالات تحميل مجمعه، يعني ايه حالات تحميل مجمعه؟ الحالات اللي انا عملتها حالات فرديه، فممكن اجي اقول انا عايز اشوف لو ال 30 كيلو نيوتن اللي هي في على الكانتليفر واقفه وفي 30 كيلو نيوتن اخرى على بعد 2 متر، وسمينا الكيس دي 1 4 لان هي عباره عن كومباينيشن، تجميع ما بين كيس 1 وكيس 4. طيب في كيس تانية سميناها كيس 2 4 اللي هي الحالة التانية مع الرابعة. في كيس 3 4 اللي هي تجميعة التالتة مع الرابعة. طيب كويس، يبقى احنا كده عملنا حالات تحميل مجمعة. نعملها ازاي؟ سهلة. بندخل عشان نوصف حالات تحميل مجمعة من قائمة ديفاين نختار نود كومباينيشن. وهنا نقطة مهمة، هيجيب لي شاشة اختار اد نيو كومبو، عايزين نضيف كومبينيشن جديد. هيفتح لي شاشة ابدا اختار من هنا كل حالة تحميل والسكيل فاكتور اللي قدامها. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض كده على البرنامج. ملحوظة مهمة، عشان اعمل النود كومبينيشن مش لازم افتح القفل. لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان انا لما اجي اعمل نود كومباينيشن انا عمال اجمع الريزلتس بتاعت الاولى مع الثانيه، الاولى مع الثالثه، الثانيه مع الثالثه، فانا ما عملتش حل جديد فمش لازم افتح القفل بتاعه. يبقى هدخل من قائمه ديفاين نود كومباينيشنز وهنقول له اد نيو كومبو. هنقول له في عندنا الكيس 1 بسكيل فاكتور 1 زائد الكيس 4 بسكيل فاكتور 1 برضو، بس اسمي الكيس دي كيس 1 4. اوكي ما في عندنا كيس 1 4، هنقول له اد نيو كومبو تاني لو سمحت، حط لنا كيس 2 فاكتور 1 مع كيس، احنا ضفنا غلط مش مشكله نعملها ديليت، كيس 2 بفاكتور 1 مع كيس 4 بفاكتور 1، ونسمي الكيس دي كيس 2 4. هنضيف حالة كمان الكيس 3 مع الكيس 4 ونسمي الكيس دي كيس 3 4. اوكي يبقى احنا كده عملنا ثلاث حالات تحميل مجمعة. هندخل من قائمة ديسبلاي او من قائمة البيندنج مومنت نشوف عايزين نشوف البيندنج مومنت في انهي كيسز، 1 2 3 4؟ لا 1 4. اه مظبوط، ده نيوتن كان على كانتليفر 60 وعلق منه المثلث اللي كان ارتفاعه 40. طيب عايزين نشوف كيس 2 4 اللي كان حامل في النص، ده المنظر بتاعه. طب عايزين نشوف الكيس بتاعت 3 4، طبعا هنا جينا على المثلث بي اي بي على ال، انطبق
على الخط. فلو طبعا ده منطقي لان في هنا 30 كيلو نيوتن وهنا 30 كيلو نيوتن، فبيعملوا سبورت حوالين الركيزه اللي في النص وكده. طيب الحالات اللي انا عملتها دي، انا عايز اجيب الانفلوب بتاعها اللي هو الماكسيمم بتاعها، عايز اجيب الماكسيمم بتاعها. يعني ايه الماكسيمم؟ يعني انا دلوقتي شفت ان انا في عندي، يعني انا عايز اجيب المومنت اللي اصمم عليه، هصمم على المومنت مقداره كام؟ انهي كيس من السبعه دول، الثلاثه الاربعه الاصليين والثلاثه السي دول اصمم عليهم؟ فالحل ان اعمل ايه؟ الحل ان انا هاجي من قائمه ديفاين لود كومباينيشنز، هنقول له اد نيو كومب، هنعمل كيس جديده هنحط فيها كل الحالات سواء الرئيسيه او الفرعيه، والترتيب ما يفرقش معايا. يعني ممكن احط مثلا بحطهم كده عشان يبقوا ايه، الرئيسيين الاول وبعدين المضافين بعد كده لوحده. بس هنيجي هنا بدل كلمه لود كومباينيشن تايب هعدلها واخليها انفلوب. انفلوب اوكي. تعالوا نمسك كده حضراتكم البيرمنت مومنت في حاله احنا ما كناش غيرنا اسمها، ممكن نغير اسمها او نسيبها. كلمة ديفاين لود كومباينيشن هي كومبو 11 دي من الموديفاي، هنسميها كيس انفلوب. انفلوب معناها مظروف او محيط، فهو ده تنسيب بين المومنت اللي بيحيط ايه معنى المومنت ده؟ هو رسم المومنت بتاع الكيس الاولانيه مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه مع الاولى مع الاولى مع الرابعه والثانيه مع الرابعه والثالثه مع الرابعه اللي هي الكيس اللي انا قلتها له، ورسم الخط اللي بيمر بابعد النقط فوق او تحت، بحيث ان انا لما اجي اصمم القطاع ده هنا ابقى عارف ان هو في احد الكيسز هيتعرض للمومنت بوزيتيف 45 ومومنت نيجاتيف 60، والقطاع ده نفس القصه هيتعرض هنا لمومنت بوزيتيف 40 وقد يتعرض في بعض الاحيان لمومنت نيجاتيف 20. القطاع اللي هنا ده ممكن يتعرض في بعض الاحيان لمومنت نيجاتيف بوزيتيف 20 ونيجاتيف 40. يبقى واضح ان انا هنا من الشكل اللي قدامنا ده بقدر ان انا اصمم كل قطاع حسب الاحمال اللي ممكن تيجي عليه حسب الكيسز المختلفه. طبعا من الحاجات المهمة اللي عايزين نقول عليها، احنا كل ده ما خدناش الاولويات في الاعتبار، فبيفضل ان احنا نيجي هنا من قائمة ديفاين لود باترنز في الكيس، مش في البادل باترنز بقى، في اللود كومباينيشن، في الكيس 1-4 هنضيف الديد لود وفي الكيس 2-4 هنضيف الديد لود، في الكيس 3-4 هنضيف الديد لود. تعال نرسم كده دلوقتي نفس الكيس اللي هي كيس انفلوب، هنلاقي ان البرابل دخلت معايا في الاعتبار، فالمومنت بدأ يحصل له بعض الكيرفيشر مومنت هنا النيجاتيف زاد شوية. من الملحوظات المهمة ان انا ما كانش ينفع ادخل في قائمة ديفاين لود باترنز واعدل دول اخليهم محايد عشان اخليهم في اعتبار. ليه؟ لان انا لو عدلت دول اخليهم محايد يبقى الكيس بدل ما احط ديد هناك يبقى كيس 1 دي شاملة جواها الاونويت وكيس 2 شاملة الاونويت و 3 4. لما ادخل في الديفاين لود كومباينيشنز فهلاقي ان انا عندي هنا الكيس 1-4 عبارة عن الكيس 1 زي الكيس 4، بس الكيس 1 متاخد فيها اوتوماتيك الاونويت وكيس 4 متاخد فيها اوتوماتيك الاونويت، يبقى كده الاونويت اتاخد كم مرة؟ مرتين. لذلك لا ينصح ان انا اخد السيلف ويت ملتبلاير بواحد في حالات اللايف، لا انا باجي هنا وبعمل الكومباينيشنز بتاعتي واحط الديد لود ككيس لوحدها.
طبعا هو امتى نعمل حالات تحميل؟ نعمل حالات تحميل لو ان عندنا زي ما الكودز بتنص، في بعض الكودز بتنص ان يكون اللايف لود اكتر من نص الديد لود، وبعض الكودز بتنص اكتر من 3/4 الديد لود. طبعا الكيس اوف لودنج مهمه، يعني لو جينا بصينا وراء ناخد مثال تاني وان كان مش محطوط عشان نوضح المفهوم. هنتخيل ان احنا عندنا كاميرا 5 باكيت والباكي 6 متر، اوكي. طب والقطاع ديفولت، هنيجي هنا نوصف قطاع 60 × 25، اوكي. يبقى هو القطاع دي حاجه عشان حاجه ايديال ان ما بيحصلش ان فكيه تطلع لي ايه نفس المسافات بكل حاجه. طيب انا كده وصلت كاميرا 5 باكيات، عايز ابدا احملها بيونيفورم لود وليكن 50 كيلو نيوتن على المتر. هنيجي نختار الكاميرا ومن قائمه اساين فريم فريم لودز ديستريبيوتد، هنقول له في عندنا نوع حمل مقداره 50 كيلو نيوتن على المتر، اوكي. الراجل عمله، هنسيف المسألة بتاعتنا موديل نمبر 6، هنحل الموديل مش يلزمنا دلوقتي. ده الديفورم شيب. انا عايز اركز بس معاكم على البين مومنت دياجرام. البين مومنت دياجرام هنا طلع 201 وهنا 501. طيب تعالى كده ناخد المومنت ده كده ونحطه في جنب عشان نرجع له كمان شويه. هنعوز نرجع له كمان شويه. هنرجع تاني على السيب، هنفتح القفل. نفتكر ان المومنت هنا كان طالع لنا 201 وهنا 150. هنفتح القفل وهنبدا نعرف حالات تحميل. هنبدا نعرف حالات تحميل ديفاين لود باترنز. هنعرف حاله اسمها كيس 135 ونوعها لايف، وحالة تانية اسمها كيس 2-4، وحالة اسمها 1-2 1-2-4، وفي حالة تانية هنسميها 2-3-5. هنفهم الحالات دي دلوقتي وازاي انا اخترتها. هنوصف حالة اسمها 1-3-4، في حالة تانية اللي هي 2-4-5. هنشوف مع بعض ايه الحالات دي. الفكرة ببساطة ان انا مش لازم احمل كل اليونيفورم لود مرة واحدة. يعني مثلا دي عندي مكتبه مثلا، فهل هخزن كتب هنا وهنا 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 في نفس الوقت؟ لا، ممكن اخزن كتب هنا واسيب دي فاضيه، اخزن هنا واسيب دي فاضيه. فاحنا عشان نجيب الماكسيمم بوزيتيف نيجاتيف تحت، فبنحمل الباكيه الاولى والثالثه والخامسه، يعني احمل باكيه واسيب باكيه. ليه؟ لان الباكيه دي لما تحملها بتعمل ديفورم تشيب لتحت وتخليها ديفورم تشيب لفوق. فانت لو حملت الباكيه دي فهتصد هنا وتحاول تقلل ديفليكشن هنا يقوم يقل الدم المنت. يبقى انا عملت عشان اجيب الماكسيم بوست فوم بحمل باكي واسيب باكي، احمل باكي واسيب باكي. عشان اجيب الماونت النيجاتيف هنا يعني محتاج ان انا الكاميرتين دول يلعبونها وشمالها يحاولوا يكسروا، فبحمل الباكيه الشمال دي والباكيه اليمين. طبعا لما احمل الباكيه اليمين والشمال، الشمال دي اليمين دي هتعمل لي ديفورم تشيب عامل كده تحت ثم فوق
ثم تحت، يبقى لما احمل الباكيه الرابعه كاني بساعد الباكيه الثانيه من يحصل لها ديفليكشن عشان تجيب لي ماكسيمم نيجاتيف يونت. وده اللي احنا عملناه، ان احنا اول حاجه حملنا الباكيه الاولى والثالثه والخامسه عشان نجيب ماكسيمم بوست فينا، حملنا الباكيه الثانيه والرابعه، حملنا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، الثانيه والثالثه والخامسه، الرابعه والخامسه والثانيه. هنيجي نوصف الكلام ده، هنختار العناصر اللي احنا بنقول عليها وندخل في انا اساين فريم لودز ديستريبيوتد، الحمل مقداره 50 في اني كيس 1 3 5. هدخل تاني في نفس الشاشة بس اختار العنصرين دول، خمسين زي ما هي بس احملها في كيس 2 4. واجد اولا انا عايز الاولى، من كده خلصت بوزيتيف، الاولى مع التانية مع الرابعة، الاولى مع التانية مع الرابعة، أولى تانية رابعة. لا ده أنا عايز التانية، طبعا لو دوسنا الأند فور مش بيروحوا، التانية والتالتة والخامسة. عايزين الرابعة والتالتة والرابعة. طب ناخد هنا حاجة ما ينفعش، لازم نسيب باكية فاضية هنا. من باقي فاضيه بناخد معاها الاولى، يبقى الاولى والثالثه والرابعه. هنختار بقى باقي الرابعه والخامسه، نختار معاهم الباقيه الثانيه، يبقى الثانيه رابعه خمسه. اوكي، يبقى احنا كده حملنا كل الامكانيات الممكنه عندنا، هنحفظ المساله وهنحل. كويس، احنا دلوقتي هنيجي ندخل في الديفاين لود كومباينيشن. في الديفاين لود كومباينيشن وهنحمل طبعا كان ممكن يعني نظرا ان انا هنا هعمل انفلوب بس يعني الكومبريشن هعمل ايه؟ هقدر اقول لو سمحت حط لي كل الكيز الممكنه، اديد لوحده و 1 2 4 1 3 4 1 3 5 2 3 5 2 4 2 4 5. يبقى كده وصلنا كل الكيز اللي عندنا، وهنيجي هنا نقول له انفلوب. طبعا الديد ما ينفعش يكون انفلوب، لذلك هعمل له ديليت وهنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. اوكي اوكي، اسمها كومب 1. تعال نشوف حضراتكم البيرن مومنت في حاله كومب 1 بكام، وان كان كومب 1 مفيش فيها اونيت. كومب 1 مفيش فيها اونلي، ده الانفلوب اللي هو ماكس من ثلاثه من كل المومنتس وخد الكبير من كل الكيس. انا من غير ما اخد الاونليت المومنت هنا كان 179 في حين ان هو كان 150، المومنت هنا 63 في حين ان هو هنا بقى 142، المومنت هنا 88 بقى 154. كل ده وانا لسه ما خدتش الاونيت. لو عايز اخد الاونيت في اعتبار يبقى المفروض افتح القفل، هدخل في قائمه ديفاين لود باترنز، واجي اغير كل دول بوحيد. اغير كل دول بوحيد. طب احنا قلنا قبل كده ان الكلام ده يبقى غلط، لا ما الكلام ده انا هجمعهم بنظام الاد، انا دلوقتي هجمع الحاجات دي كلها بنظام ايه؟
الانفلوب، فانا مش هجمع الكيس الاولى مع الثاني مع الثالث مع الرابعه، لا ده انا هحط البنمنت الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فوق بعض واخد الكبير بتاعها. شايفين حضرتك البنمنت زاد هنا، ده بقى 159 وده بقى 146 اللي هو كان واضح قدامنا 63 63 واضح طبعا ان الكيس اوف لودنج اثرت معانا تاثير جامد وزودت لي بين المومنت، وده الفرق بين المومنت الحقيقي اللي بنصمم عليه ان احنا بنيجي عند القطاع ده كده مثلا ونشوف اقصى مومنت بوزيتيف كام واقصى مومنت نيجاتيف كام، وافرض ان انا اصمم على الماكسيمم بوزيتيف واصمم على الماكسيمم نيجاتيف. هنرجع مع بعض ناخد بعد كده سبيس فريم. يعني ايه سبيس فريم؟ اللي هي الاطارات الفراغيه. طب ايه يعني ايه اطار فراغي؟ هي العبره عندنا بالحديد، يعني كل البيوت بتاعتنا الكاميرا الطوليه متصله بالكاميرا العرضيه متصله بالعمود، لكن ما بنسميهاش سبيس فريم ولا بيم فريم، بنسميها بيم اند كولوم، لان الحديد بتاع العمود مش بيدخل في الكاميرا ولا حديد الكاميرا بيدخل في العمود. اما اذا دخل حديد الكاميرا في العمود وحديد العمود في الكاميرا ده كده يبقى اسمه بلين فريم. لو خرج بقى بعد كده من الكاميرتين المتقاطعين مع بعض، حديد من هنا دخل هنا ودخل في العمود، وحديد من هنا دخل في العمود وفي الكاميرا دي، وحديد العمدان دخل في الكاميرتين، يبقى ده كده اسمه سبيس فريم. وده المثال اللي احنا ناخده قدامنا. في عندنا هو فريم ثلاث عناصر ارتفاعه 6 طول 10 والعرض بتاعه 8. هنلاقي ان احنا لو دخلنا على ساب هنقول له مساله جديده جريد اونلي، نقف هنا احنا محتاجين خطين جريد في الاكس والواي والزد. محتاجين خطين جريد في الاكس والواي والزد. المسافات كام؟ في الاكس 8 متر وفي الواي 10 متر وفي زد 6. بنيجي هنا 8 و10 و6. طبعا انا عملت الكلام ده ليه؟ لان المساله مش محتاجه بقى ان انا اعمل اي خطوط جريد وارجع اعدلها. طب ما هم خطين والمسافه بتاعتهم تحت، فليه اوجع دماغي وادخل مسافات غلط وابدا اروح هناك اعدل في مسافات معدله من هنا وخلاص. اوكي. ادي الفريم بتاعنا اللي قدامنا. القطاعات في عدة قطاعات موجودة عندنا، في قطاع 25 في 60 وفي قطاع 30 في 80 وفي قطاع 30 في 40 في قطاع 30 في 40. فنيجي هنا هنقول من قائمة define section properties هنقول له add new property rectangular، ضغطنا على import add new property rectangular، هنسميه AB section. ده أبعاده كام؟ 30 في 80 يبقى 0.8 هنا و 0.3 هنا. اوكي. في عندنا قطاع تاني اللي هو البي سي، هندوس هنا اوكي عشان ننزل ده شوية تحت. قطاع بي سي بي سي سيكشن أبعاد اللي عندنا 60 في 20 add new property section rectangular اللي هو بقى دي بي سيكشن او بي دي. كويس. ابعاده كام؟ 30 في 40 يبقى دي 0.4 ودي 0.3 0.4 0.3 ماشي كويس كده. ال 40 يبقى دي 0.3 ودي 0.4 كويس. خلينا نقول له اوكي. اوكي يبقى كده وصفت ثلاث قطاعات A B B C و A D
نفتكر AB اللي هو ده BC BD. نرجع مرة تانية لبرنامج الساب، هنجيب نقف في الواي او في الاكس زد فريم. في الاكس هنقفل واحدة منهم. دلوقتي هنبص، احنا عارفين ان الممبر ده اسمه AB وده BC وده BD. لو وقفنا في الاكس زد بلين وهنجيب كويك فريم، ده اسمه بي سي اللي هو اللي فوق ده، وده اسمه بي دي. تعال نبص كده في الفراغ. طيب هو حطيه طبعا دول ورا، ودي نقطة مهمة لازم ان احنا هنتكلم عليها دلوقتي. ايه هي النقطة دي؟ نرجع اعمل اندو، هدوس اكس زد تاني. هنا لما الراجل كتب لي قال لي اكس زد بلان ات واي بتساوي 10، يعني بص معايا، احنا في عندنا مستويين اكس زد بلان، في اكس زد بلان هنا اهو في الوش اللي هو عند زد بتساوي 0، وفي ورا عند الواي بتساوي 10. هو هنا لما قال لي اكس زد بلان لما دوست كده قال لي ات واي بتساوي 10. طيب عايز اطلع قدام ادوس على السهم اللي تحت، قال لي ات واي بتساوي 0، ات واي بتساوي 0. يبقى دي نقطة مهمة اللي لازم ناخد بالنا، ان انا بنبص في 3 دايمنشن على الواي زد بلان مثلا، هنا واي زد بلان اكس بتساوي 8، لو سامل تحت ينزلك عند الصفر و8 يطلعك فوق، يبقى احنا عمالين نتنقل ما بين الاوجه المختلفة. انا بص على الاكس زد بلان هنا، سامل قدامي يطلعك هنا. لو في عندي كذا خط جريد عمودي على الواي، يبقى سامل قدامي يطلعك الليفل اللي بعديه، الليفل اللي بعديه، الليفل اللي بعديه. طبعا واضح ان دول كده مش مظبوطين، هنعملهم ديليت وندوس على اكس زد بلان اتوال بتساوي 0. هنجيب كويك فريم، هنحط دي بي او بي دي، وهنحط بي سي. هنبص في 3 دايمنشن مظبوطين كده. هنيجي نبص في الواي زد بلان، في الواي زد بلان، وهنيجي هنا عند الاكس 8، هننزل تحت شويه، هات اكس بتساوي 0، وهنجيب كويك فريم بس الممبر اللي هو اي بي. تعال نتفرج كده، ندوس اسكيب ونتفرج في 3 دايمنشن. ممكن نقول له وريني القطاعات، دي سيكشن، اي بي سيكشن، دي بي سيكشن، بي دي سيكشن، بي سي سيكشن. النقط دي زي ما شفنا كلها كانت فيكسد سبورت اهي. هنا في عندي حمل في النص في اتجاه الزد مقدار 100 كيلو نيوتن في اتجاه جرافتي. اختار هذا العنصر وادخل من قائمه اساين فريم لودز بوينت، واقول له انا عندي فيه ريلاتيف في النص حمل مقداره 100 كيلو نيوتن في اتجاه مين؟ الجرافتي. كويس جدا، اوكي. طيب تعالى نشوف هذا الايه العنصر. العنصر ده عليه حملين، واحد 200 كيلو نيوتن كده و40 كيلو نيوتن كده. هنروح جايين قايلين له ممكن نلغي خلاص السكشنز عشان مش ضايقنا. هنختار العنصر ده وناخد من قائمة assign frame loads point، واللي في النص في حمل مقداره 200. نفس الكاميرا دي عليها حمل آخر اللي هو 40 كيلو نيوتن بس اتجاهها مين؟ محور اكس. وهي بالمجرد يبقى نيجي نختار عنصر ده تاني وادخل اقول له assign frame loads point. لازم اختار هنا add لان عايز اضيف الحمل القديم على الحمل الجديد. طيب هنيجي نقول له add في اتجاه الجلوبال اكس، في عندنا حمل مقداره 40 كيلو نيوتن. نشوف مع بعض كده 40 كيلو نيوتن. اوكي واضح ان دلوقتي بقى عندي طبعا الاحمال دي في النص بس ده خضع نظر،
ده خداع نظر عشان ببص في المنظور. المسألة اتسأل، هحفظ المسألة بتاعتنا. هنحل المسألة، مش عايزين المدى في حاجة دلوقتي، عايزين نشوف الريزلتس، عايزين نشوف الريزلتس. هنيجي هنا نقول له اسمه تورين بالمومنت، في عندي مومنت 3M33 ده المومنت ان بلان، وفي عندي كمان المومنت M22 المومنت اوت اوف بلان، مش كان فيه 40 كيلو نيوتن فتعمل لي مومنت كده. نفس الكلام الاقي ان في عندي شير ان بلان، في شير ان بلان اللي هو 22 اللي احنا متعودين عليه، وده العادي متنساش ايه تقلب الفاكتور بناقص واحد، وفي الشير 33 ده اللي هو الشير في مستوى الشاشة او الورقة بتاعتنا اللي هو مستوى اكس واي بلان. طبعا ممكن ان احنا لو المنشأ كبير شوية عمليات الكلكع، في عندنا من قائمة فيو حاجة اسمها ست 3D فيو، ان انا ابدأ اغير اتجاه رؤية بتاعي، اغير اتجاه الرؤية بتاعي. وممكن عن طريق شيفت وندوس على السكرول يبدأ يلفف لي المنشأ. شيفت وندوس على السكرول في الماوس وابدأ احركه يلفف لي المنشأ بتاعي. يعني في عندي طريقتين، اما من قائمة فيو 3D فيو واغير اتجاه رؤية سواء بلان او اليفيجن حسب من عايز اغير اتجاه الرؤية بتاعتنا. كده نكون عملنا السبيس فريم. بس في نقطة مهمة عايزين نتكلم عليها، هي موضوع ضرب الاعمدة. العمود ده 30 20 في 60 وده 30 في 80 وده 30 في 40، ضربه كده ولا كده محدش عارف، عشان نشوف ضرب الاعمدة او نغير ضرب الاعمدة. لو تعال نشوف ازاي ضرب، نشوف ضرب الاعمدة عشان نشوف مظبوط مش مظبوط. تعال نشوف كده الاند فورمت شيب، هو ده. هندخل من هنا وندوس على اكسترود فيو، اكسترود فيو الاقيه موريني العناصر بتاعتي في الشكل الفراغي. لو بصيت هنا الاقي دي 30 دي 40 دي الاكتر، يبقى العمود ضربه في هذا الاتجاه، بس كان مش مظبوط لان هنا ضربه في ايه؟ في هذا الاتجاه. فلذلك المفروض ان انا ابدا ادور العمود ده. هنختار العمود ومن قائمة زي ما وضحنا في الشرح، من قائمة assign frame local axis هيطلع يقول لي دخل الزاوية اللي تلفف بيها العنصر. هنروح جايين، طبعا مش هنقدر نعدل عشان الحل مقفول، يبقى نفتح الحل ونختارين العنصر برضو assign frame local axis ونديله الزاوية. تعال نديله زاوية 90 كده، اوكي نبص مع بعض. حد ياخد باله لف العمود ده، لف العمود ده لف. ملحوظه هم عايزين نقولها ان انا لو عايز ارجع الزاويه بتاعتي لصفر زي ما كانت كده، مش هلففه سوى 90، لا بدخل في assign frame local axis واديله زاويه زيرو، لان هو دايما بيلف من الديفولت دايركشن، من الوضع الرئيسي دايما بيلف الوضع الرئيسي. فلو عايز ارجع الوضع الرئيسي بتاعه هديله زاويه زيرو. ليه الوضع الرئيسي بتاعه؟ يبقى دي النقطه المهمه اللي احنا بنحتاج لها في حاله السبيس فريم على وجه الخصوص، ان احنا بنحاول نوجه العمود بتاعنا سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. ازاي بنختار العمود؟ ومن قائمه assign frame local axis ونديله زاويه زي ما فيه فيها. وشفنا مع بعض ازاي بنشوف القطعات بتاعتنا في الشكل المجسم بتاعها عن طريق اكسترود اللي موجوده في ست ديسبلاي اوبشنز اللي هي دي، وشفنا ازاي بنستعرض النتائج وندخل احمال بتاعتنا. بقى لنا في الشغل بتاعنا الاسبيستراس. ما هو الاسبيستراس؟ الاسبيستراس هي الجمالونات الفراغيه. نيجي نبص كده، ادي مناظر للسبيس تراسز اللي بتتغطى فيها المساحات الكبيره عندنا.
عايزين نشوف ازاي ان احنا هنقدر ان احنا نمثل احد هذه التراس. هنفترض ان التراس اللي قدامنا ده اللي عملناه قبل كده هو جزء من تراس كبير زي اللي قدامنا ده، وتعال نشوف ازاي هنعمله في السيم. هنبدأ مسألة جديدة. طبعا ممكن نفتح المسألة القديمة اللي هي كانت موديل 4 والله أعلم، يبقى موديل 5. يبقى ممكن نكون حفظناه موديل 5 مش موديل نمبر 5. طيب انا دلوقتي عندي ادي ترس ببصناه في الفراغ ترس، هنقول له فايل سيف از، هنحفظه باسم جديد موديل نمبر 7 مثلا، 7 موجود نخليه نمبر 8، اوكي سيف. انا دلوقتي مش عندي ترس واحد، انا عندي عدة ترسز، فهنيجي نختار التراس ده كده ومن قائمة edit replicate زي ما اتعودنا، وهنقول احنا عايزين من الفريم ده 8 فريمات او 6 فريمات، مفيش 6 اطارات 6 ارقام. طيب بدلتا واي هو ده في الاكس زد، فانا عايز دلتا واي، هنقول في دلتا واي ب 6 متر، اوكي. فالراجل عمل لي 6 تراسز جنب بعض. طب ممكن ندخل من فيو نخفي الجريد بتاعتنا اللي هو هنا بسميها كنترول دي عشان بس الايه ما تتلعبش. هنجيب امر فريم العادي، انا كده عملت تراسز بس مش مربوطه ببعض، هجيب فريم العادي واوصل نقطه دي بدي ودي بدي ودي بدي ودي بدي، مش كده بس، ده انا هوصل كمان النقطة دي بدي ودي بدي واللي تحت باللي تحت. يبقى انا كده عملت ان انا عملت عناصر اللي هي على تو فيسز من الاثنين. طب العملية كده بتلعبك على الاخر، ممكن نحددها شوية عشان بس ما بنتوهش. في عندنا مكونات فيه حاجة اسمها سيت ليميتس بتحدد لي الاتجاهات اللي بقدر اشوف فيها في الاكس والواي. فانا ممكن اشوف كون عايز اشوف اول اثنين ترس بس، فاقول له في الواي عايز من 0 ل 6، في الاكس عايز لغاية هنا بس، هاجي اقول له برضه في الفيو سيت ليميتس هقول له عايز في الاكس من 0 ل 6. فكده هو بين لي ايه؟ جزء وحيد بس من اللي عندنا. لو جينا بصينا حضراتكم مع بعض هنلاقي ان احنا محتاجين ناخد الكام عنصر اللي احنا عملناهم دول ونكررهم. فممكن نيجي من هنا نغير اتجاه رؤية شيفت والسكرول، خلينا نجيب من قائمة فيو 3D فيو، هنعدل الرؤية شوية في الفيجن، نظبط برضو البلان كده، اوكي جميل. ده الترس الأول ده الترس التاني، دي العناصر اللي بينهم. هنيجي نختار العناصر اللي بينهم كده، يبقى بصينا في 3 دايمنشن هنلاقي نفسنا اخترنا العناصر اللي احنا لسه عاملينها. ممكن فيو سيت ليميتس ممكن نظهر كل العناصر، شؤون شؤون شؤون، فيو شؤون ظهر كل العناصر. طيب انا هاخد المجموعه دي بس، هاخد المجموعه اللي انا عملتها دي واكررها مره هنا ومره هنا،
يبقى انا محتاج ادخل من قائمه edit replicate واقول لو سمحت اعمل لي عنصرين كمان بدلتا اكس لو نفتكر 6 متر ودلتا واي ب 2 ودلتا زد ب 2 متر. نقول له اعمل لنا دلتا اكس ب 6 متر ودلتا واي ب 2 متر. نقول اوكي كده ونشوف اللي هيحصل. عمل لي الفيسز اللي موجوده على الدياجونالز الثانيه. طيب كلام كويس. هنروح جايين برضو بصين في فيو ست 3 دي فيو ونعدل الرؤيه شويه برضو. هنختار العناصر دي اللي احنا لسه عاملينها. العناصر اللي احنا لسه عاملينها دول وهنعمل لهم ميرور ايديت ريبليكيت ميرور وخدناها قبل كده حوالين المحور يوازي الزد بلان يوازي الزد. هيكون اكس ب 18 واكس ب 18 والله بصفر وبواحد ماشي اوكي. راح الراجل عامل لي الوجه التاني عشان نشوف كويس. هنخش في فيو ست ليميتس هنقول له في الواي يوريني لغايه 6 بس اوكي. دول التو تراسز اللي عندنا. طبعا لاحظ ملحوظه لو عملنا زوم ان القمه هنا مش ممسوكه بحاجه فنجيب عنصر ونحطه هنا يوصل القمه بتاعت التراس ده بالقمه بتاعت الترس ده. طيب تعالوا نبص كده بيقول له شو اكستراشن او اكسترود. ادي العناصر بتاعتنا. ادي العناصر بتاعتنا. طيب اللي انا عملته ده ما بين ترسين اتنين بس. ما انا في عندي كمان ست ترسز. شو اقول؟ عادي هنيجي نبص في الفيو ست 3 دي فيو نعدل. طبعا ممكن من هنا نختار اكس واي يقوم يعدل لي يعني يظبط لي على طول زي دي 270 ودي 90 كده بس من فوق. بس هو كده بس بشكل منظور. فانا ممكن اجي ادوس على رمز ايقونه النضاره يقوم يلغي لي المنظور. انا دلوقتي هاجي اختار العناصر دي كده واقول له ايديت. انا عايز منها يونت 2 3 4 5 ايديت ريبليكيت. عايزين خمس يونتس بدلتا واي 6 متر اوكي. لو بصينا في 3 دايمنشن هنلاقي ان احنا عملنا السبيس تراس. هنبدا نحمله ونبدا نحله ونطلع الريزلتس بتاعته. يبقى احنا كده قدرنا نعمل السبيس تراس بتاعنا. بس ما ننساش حاجه مهمه ان احنا عملنا حتى الان لسه مش تراس. لازم ان احنا عشان نعتبره تراس نختار اول كنترول اي ومن قائمه اساين فريم ريليز وحرر ام 33 وام 22 لان كده حررت المومنت ان بلان والمومنت اوت اوف بلان. بقت كل العناصر بتاعتنا عباره عن هنجز وابدا احل واطلع احط الاحمال واحل واطلع النتائج بتاعتي. بكده ان شاء الله نكون انتهينا من المحاضره. اخذنا مع بعض الكيس اوف لودنج حاله التحميل وخدنا السبيس فريم وخدنا السبيس تراس. نلقاكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.